تعمل مع الوباء وهي حائط الصد الأول، هل أدت ما مطلوب منها دكتور؟ تركيا أصبحت خطر كبير علينا. هل الوضع مطمئن أم قادم الأيام سيحمل مفاجأة بخصوص الوباء؟ كان في زيارة في بغداد للعتبة القادمية أدت بالطبع إلى زيادة الأرقام لأنه تجمع فيها الآلاف من المواطنين. لا توجد أجهزة تنفس في المستشفيات، يعني أكو حالات عدت الزايد. يعني الدول بتحط في ميزانياتها أقل نسبة مئوية للصحة، 2-3% معظم الدول بتاعتنا. عدم التزام بعض المواطنين بحظر التجوال يمكن يؤدي إلى كارثة. ولما حل الجينيا الفيروس 96% من تكوينه مطابق لتكوين الخفاش. الصعوبات اللي واجهت عمل منظمة الصحة العالمية في غلق الحدود. يفسر ليه السليمانية أرقامها عالية. معظم الحالات في السليمانية جت نتيجة التهريب عبر النقاط غير الشرعية. هل يوجد نسب كبيرة ترفضون أنه تتحدثون بها بالإعلام؟ أي تهاون قادم والأرقام صعدت إلى المئات يومياً لن يتحمل لا مستشفياتنا ولا نظامنا الصحي ولا كوادرنا ولا حتى التجهيزات بتاعتنا. هل تتوقع أنه نسبة المصابين راح تزيد يعني بالعراق، يعني من أكثر من 1000، البعض يقول راح نصل 5000 ربما؟ الحل الوحيد الوقاية والقعدة في البيت، ملهاش حل تاني. ما تحاولوش تدور على مخرج، لا علاج ولا شمس ولا رطوبة، هو القعدة في البيت.